النهارده مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال ان انا عندي مشكله في استغلال الفرص. خلي بالك انت بتلعب وانت ناقصك هدافك، لانه اسامه ابو علي اصبح هداف النادي الاهلي الاول. هو هداف الدوري الموسم اللي فات، وبدا الموسم باهداف سواء في العين او في السوبر. يعني الولد لعيب مهم ولعيب مؤثر ولعيب ليه دور كبير مع النادي الاهلي. فانت هو غايب عنك، لكن كهربا الماتش اللي فات مسجل هدفين والناس كانت مبسوطه جدا منه. النهارده بشاير لعيب كويس اسمه سمير محمد. بشاير لعيب كويس، يعني الكره لعبها بدماغه، هي خبطت في دماغ كهربا قبله فمعرفش يركبها كويس، بس بشاير جسم راس حربه كويس ولعيب كويس. وبالتالي على الاداره الفنيه في النادي الاهلي انها تبص على الولاد دول تاني. سمير محمد ده لعيب كويس، حمزه عبد الكريم لعيب كويس، بلال عطيه لعيب كويس، كباكر لما يخلص اعارته لعيب كويس، احمد عبدين اللي هيدخل عندنا كمان شويه لعيب كويس، معتز محمد لعيب كويس، عبد الله البستانجي اللي في اعاره لعيب كويس، المهاجم اللي قدامك ده سمير محمد ده لا لعيب كويس، لعيب كويس وجسمانيا وولد تحس انه قوي بسم الله ما شاء الله، وكل الناس تتكلم عنه كويس، بس ياخد مش مشكله. يعني خلاص النهارده ضيعنا، بس نكسب ثقه الولد لانه كمان مرتين بيلعب في توقيتات صعبه جدا للغايه. هو قال ان الشوط الاولاني ما كناش كويسين، ما صنعناش وضيعنا، ما ضيعناش، ورجع اتكلم على بعض النقاط. لكن خلينا نسمع مستر كولر نفسه، وانا عندي تعليق على بعض من ارائه. الشوط الاول كان مستوانا مش كويس وما خلقناش فرص كتير. اتكلمت مع اللعيبه في خلال الاستراحه عن الموضوع ده وحفزتهم ان احنا نطلع اكتر، وبالفعل الشوط الثاني كان افضل شويه، عملنا ضغط عليهم، رامي جات له فرصه وجاب جون وللاسف الفار حسبها ان هي لمسه يد. الفرص تقريبا عملنا تقريبا فرصتين كويسين في الشوط الاول وفرصتين في الشوط الثاني كويسين جدا، واحنا عندنا مشكله في استغلال الفرص، وطول ما المشكله دي موجوده لازم نحل ونشتغل على المشكله دي اكتر من كده. الموضوع مش صحيح بالشكل ده، وفي ماتش دليل على كده ماتش سيراميكا في النص نهائي السوبر المصري، كان برضو لما اوفا لعب كان الشناوي قاعد على الدكه. يعني حل مشكله التهديف ان هو ببساطه ان احنا نبدا نحرز اهداف ونجيب جوان. النهارده الونجين بتوعنا جالهم فرص وللاسف ما بنستغلش الفرص دي، ودي مش مشكله جديده، من سنتين وانا هنا موجود برضو عندي نفس المشكله. في صعوبة في تحسين المشكلة دي بسبب ضغط المباريات، لأن أنت بتلعب بين الماتش والتاني كل تقريبا 3-4 أيام. موضوع التصليح ده مش سهل بالمرة، ولكن احنا مستمرين، المشكلة دي واخدينها في اعتبارنا وبنتدرب عليها. من الجهة التانية كمان اللعيبة لازم يكون عندها تركيز أكتر في إنهاء الهجمات، ودي موضوع تكنيكي المفروض إن هم يشتغلوا عليه أكتر من نفسهم. احنا بنضيع كتير، بنضيع فرص كتير، ودي مشكلة كمان لها علاقة بالتركيز. طيب كلام محترم وكلام مهم لمستر مارسيل كولر، وكويس ان هو عارف الموضوع وعارف القصة. لكن انا الحقيقة وانا بتفرج على المباراة مع ضربة البداية، انا والله فكرت ان احنا في تمرينة، يعني ما عرفناش ناخدها والضغط علينا واتعملت علينا شبه هجمه، فكان حاجه غريبه قوي. يعني ايه ده؟ وفضلنا كده في غيبوبه شويه وقاعدين شويه ملخبطين ومتلخبطين كلنا بشكل غريب وشكل يخض. يعني انا عمال اتفرج، انا بتفرج لوحدي، هو في ايه؟ ما فين جزه السنان؟ وفين انت هتسنتر؟ انت ماتش استاد ابيجان ده كنت 26 دقيقه 3-0. ماتش العين اي حد داخل بالعين كده المجرد يعرف انت هتكسب. ماتش الزمالك السوبر في الامارات حتى وصلنا ضربات ترجيح وحتى ضيعنا الناس كلها كانت سعيده بالمستوى. فيبقى عندك الروح بتاعتك، ما حدش بيقدر يقف قدامك. حدش يقدر يقول لك تلت تلاته كام؟ ما حدش يقول لك انت فين؟ ف مش فاهم يعني، ما اصل اللعيبه مش ناقصها حاجه. وفي نظام ماشي على الجميع، والراجل النهارده قال لك انا ما بقولش انه شناوي يريح، شناوي كان قاعد احتياطي في مباراه سيراميكا، خلاص تبقى وجهه نظر فنيه، خلاص الموضوع بقى انتهى، وما نديش موضوع اكبر من حجمه، هي اختيارات مدرب، موضوع خلاص قصه خلصانه يعني. فما تدخلوناش في مواضيع ومسائل
لان حراس المرمى دول في ثانيه تلاقي واحد جاله شد، في ثانيه تلاقي واحد جات له اصابه، وهكذا يعني.